وهنتكلم دلوقتي عن جراحات تنسيق القوام، ونعرف ايه الجراحات اللي ممكن تتعمل، ايه انواعها كلها، وايه لكل حاله. يعني اكيد مش كل جراحه تنفع لكل حاله، فده اللي هنعرفه النهارده من دكتور عمرو شورى، استشاري جراحات السمنه وتنسيق القوام بمركز نبط. اهلا بحضرتك دكتور عمرو، نورتنا. نورك دكتور. عايزين نعرف ايه هي جراحات تنسيق القوام، وايه ممكن يتعمل لمين؟ طيب المرحله الاولانيه، الاول نعرف هل الشخص ده محتاج عمليه تنسيق قوام ولا لا الاول. يعني ايه؟ احنا طبعا العيان بيجي عندنا سواء هو بيطلب او هو حاسس ان في مشكله عنده، وبيعمل الاجراءات الاولانيه اللي هي بتاعت الكوتشينير اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، اللي هي بتبقى موجوده في اي سنتر في العالم. يعني هو بيكتب البيانات بتاعته الغذائيه والبيانات اللي هي اللايف ستايل بتاعه. بعد كده انا ببص عليه حاجه من اتنين، يا اما هو عنده سنه موضعيه او عنده سنه كليه. طيب بعد كده طبعا احنا بنقيس الوزن والطول ومعدل الكتله ومحيط الدراع ومحيط الرجل ومحيط البطن، كل الحاجات دي بتقول لنا العيان ده او الشخص ده، بلاش عيان لانه مبقاش عيان يعني، الشخص ده محتاج ايه. هل هو وزنه كويس وعنده ديفو في الجسم، يعني جناب، بطن، مشكله في الصدر لو في رجال، مشكله في الارداف مثلا لو سيد كده يعني. طب لو هو كده الحاله كده ايه؟ كل حاجه ليها حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا كل الحاجات اللي هي الزياده دي ممكن بتتعمل بشفط الدهون. شفط الدهون ده الحل المثالي والنهائي للقصه. في حلول ثانيه مؤقته للسنه الموضعيه. اوكي، واخد بال حضرتك؟ سواء شفط الدهون لوحده او بمساعده الليزر او بمساعده الموجات فوق الصوتيه. طيب دي اللي هي السنه الموضعيه. اوكي، النتيجه بتظهر امتى؟ في ساعتها. بعد العمليه بيبقى النتيجه باينه، اللي هو اللي احنا رسمناه، احنا بنعمل رسم على الورق للجسم اللي هو عايز يوصل له او عايزه توصل له. يعني في يعني في سكتش كده انا برسمه. وشفت حضرتك يعني في ساعات بترسمه على الجسم نفسه لا يعني. ده داخل اوضه العمليات. اوكي، لا احنا بنعمل سكتش سكتش كده رسم يعني. انا واخد الكورس بتاعه ده في فرنسا. بيجيبوا دكاتره التجميل يدوهم سكتشات رسم، رسم فن يعني، مش والسكتشات دي مهمه جدا بمقاسات بقى معينه. بالمقاس المعين اللي احنا عايزين نوصل له. واحنا طبعا عندنا الجهاز اللي بيقيس الدهون بالسنتي، فمثلا في الخصر مثلا في 3 سنتي دهون زياده. فاحنا في العمليات بيبقى الجهاز ده معانا بنشيل ال 3 سنتي دول، فبنوصل للنتيجه اللي احنا رسمناها على السكتش. واخد بال حضرتك؟ بس كل منطقه بقى ليها طريقه في الشفط وطريقه في الفاونديشن. لان برضو زي الوش والعينين لما بنعمل لها فاونديشن، الجسم برضو في مناطق معينه اللي لازم نعمل لها فاونديشن، تبقى ما يبقاش شفط قوي بس هي بتبقى تحديد. التحديد ده بيخلي الموضوع اكثر جمالا. طب الناس كلها بتبقى يعني متخيله انها هتدخل تعمل عمليه تطلع رفيعه. لو اتكلمنا عن عمليه التكميم، حضرتك ممكن تشرحها لنا كده بالتفصيل، وايه الخطوات اللي بعد ما يعني مش المريض بقى اللي هو اللي عامل عمليه التكميم، بعد ما يخلص يمشي عليها علشان خاطر العمليه تبقى ناجحه ويوصل للوزن المثالي اللي هو طيب. عايزه. اولا احنا قلنا العيان السنه الموضعيه ده عيان، العيان الثاني اللي هو عيان او مش عيان ثاني، الشخص الثاني اللي هو عنده سنه كليه. سواء السنه الكليه دي عنده سنه فقط او عنده سنه وامراض مصاحبه للسمنه، او عنده استعداد ان يحصل له امراض مصاحبه للسمنه. السمنه كمرض، السمنه اللي هي المفرطه يعني، بيبقى معاها تقريبا، مش ضروري طبعا يبقى يكون كل الامراض دي عند الشخص. فوق ال 100 كيلو يبقى سمنه مفرطه؟ على حسب طوله. الراجل ممكن يبقى حد يبقى طوله 2 متر ووزنه 100 كيلو فيبقى وزنه كويس يعني، فاهم قصدي؟ حاجه كده على يعني. هو بتحسب بمعدل الكتله، معدل الكتله اللي هو مربع الوزن على مربع الطول. بيطلع قيمه، القيمه دي اكتر من 25 يبقى عنده سنه، اكتر من 30 يبقى عنده سنه مفرطه. واحنا دي برضو احنا في المقاسات احنا بنحددها. السنه المفرطه زي ما احنا قلنا فيها في 50 مرض ممكن يبقوا مصاحبين للسنه المفرطه. ده دبليو اتش او او منظمه الصحه العالميه قالت الكلام ده. ولما بنقضي على القصه دي او بنقطع السيركل بتاع او الدايره بتاعه السنه المفرطه دي، الامراض دي غالبا يا اما ما بتظهرش يا اما بيتاخر ظهورها جدا. واخد بال حضرتك؟
يعني انا عيان بعمل له، هو بيبقى عنده سكر او عنده ضغط وبيعمل العمليه للسمنه المفرطه، بيخف بعد قد ايه؟ بيخف بعديها ب 10 ايام. انا عندي عيانه لسه عامله الاسبوع اللي فات، كان سكرها 600 و500 وارقام خرافيه، حتى السكر التراكمي بتاعها كان 12. 12 دي الدكاتره يسمعوها يعرفوا يعني رقم خرافي يعني. هو الرينج من 7 ل 8 وده اكتر حاجه. العيانه بعد العمليه بقى سكرها 170 180، ما بيزادش عن كده بعد تكميم باسبوع. ضغطها كان برضو، كانت نايمه على الترابيزه ضغطها 250 120 وده برضو رقم خرافي. ده خبر ابيض. بعد العمليه بقت 120 180 130 130 90 140 90، ما بيزيدش عن كده. يعني هي التكميم رجعت نورمال. رجعت وهتبقى نورمال ان شاء الله بعد كده. التكميم مش عمليه ترفيهيه، او مش التكميم، عمليات السمنه المفرطه دي مش عمليه ترفيهيه. ده عمليه مهمه جدا لصحه البني ادم اللي هو بيعاني من هذه القصه. فاحنا قلنا، انت قلت لي اشرح لنا التكميم بقى. التكميم ده نوع من انواع عمليات السمنه المفرطه، والنوع الشائع والكومن والاسهل، دي حاجه، والامن برضو عشان نبقى واضحين. اسهل امن، اسهل وامن واسرع وبتجيب نتائج كويسه جدا. في عمليات تانية طبعا مهمه، وكل عيان بيبقى له انديكيشن، او كل عيان ليه تركيبه بينفع له عمليه معينه. لكن العيان لما بيبقى عنده كذا اوبشن، يعني هو ممكن ينفع له كذا عمليه، انا بختار له التكميم، بقول له التكميم ده احسن لك. حتى لو كان عنده مثلا 25 كيلو زياده ولا حاجه، ولا لازم تبقى سمنه مفروطه قوي؟ بصي، هو الرينج بتاع السمنه بالمعدل الكتله، ما ينفعش بالكيلو، احنا بنقول معدل الكتله بتاعه قد ايه؟ اكتر من 30 يعمل. اقل من كده ما يعملش. انا بنصحه يعمل حاجات ثانيه هنتكلم فيها دلوقتي. التكميم عباره ان احنا بنقص 80% من المعده. ليه بنقص 80%؟ لسببين. سبب ميكانيكي، المعده حجمها بيصغر فبياكلش كتير، دي اول حاجه. السبب هرموني، الهرمونات اللي بتاثر على البنكرياس وبتاثر على مراكز الشبع بتقف خالص. اعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني دكتور عمرو شورى. دكتور عمرو، عايز اسالك على سؤال مهم. لو حد جالك هو متضايق نفسيا من حاجه معينه في جسمه، اوكي، وانت مش شايف ان الحاجه اللي هو عايز يعملها دي صح، بتحاول تقنعه بتصح ايه؟ صح؟ يعني اصل انا بشوف ستات كتير جدا مثلا انا مليانه مثلا من دراعاتي يا دكتور، تقول لها لا انت دراعاتك مناسبه، تقول لك لا انا منكدين عليا عيشتي، انا مش قادره اتعايش معاهم. هو على فكره انا بقابل النوعيه دي كتير حضرتك، او النموذج ده كتير، بس انا في الاخر بقنعها. ليه بقنعها؟ لان انا بستخدم مزوره، بس يعني مش بالكلام بس، يعني مثلا الدراع سدس الطول، ده المقاييس العالميه للجمال، او المقاييس اللي حطاها كل منظمات الجمال في العالم. سدس الطول، حضرتك طول كذا يبقى طول، يبقى هتقول لي لا هو مصممه، او هي انا شايف ان هي كويسه، لا بقول لها سوري مش هقدر. ازاي يا دكتور؟ ما حضرتك طبيب تطبب. ايوه انا طبيب اطبب. ايوه طيب، طبيب هي متضايقه نفسيا، مش في عامل نفسي برضو حضرتك بتاخده في الحسبان؟ لا، ما هو بدل ما هي انا شايف ان هو كويس وهو شكله كويس، مش نظرتي انا بس، وهي اللي حاسه ان في مشكله، لا يبقى هي تراجع نفسها. اسالي يا رن. انا هنروح لسؤال مهم جدا، عشان عارفه هي مها يعني مش هتسكت النهارده غير لما نتخانق مع بعض. البالونه بقت حاجه بيستعملوها للتحكم في الوزن والسمنه، وهل هي فعلا نتائجها زي نتائج التكميم، ولا هي بتحتاج لحد وزن معين نقدر نعمله البالون؟ البالونه دي طريقه لاختزال حجم المعده بطريقه معينه لفتره محدده ومؤقته، عشان نساعد الجسم ان هو ينزل. واخد بال حضرتك؟ البالونه دي بتتحط في المعده عشان البني ادم ما ياكلش الكميه اللي كان بياكلها قبل كده. وما بتبقاش عن طريق عمليه جراحيه، لا، مش كده؟ هي بتبقى عن طريق منظار. منظار. طيب، في فوائد البالونه ان هي بتنزل الوزن فعلا. طيب، بس انا مش اي حد بركب له البالونه، لازم اكون متأكد ان هذا الشخص هيقدر احطه، لما احطه على بداية الطريق هيكمل الطريق من غير البالون. فاهم قصدي حضرتك؟ يعني لما نشيل البالون بتبقى مرحلة بتساعده في المرحلة الأولية بس. بالظبط. ان هو انت بعد كده انت لازم تبقى
تاكل بطريقه صحيه وتلعب و و و و. لو الشخص انا بساله قبل ما اعمل له الكلام ده، قبل ما احط البالون، هل حضرتك هتقدر او هل حضرتك هتقدري ما بعد البالون تحافظي على الكلام ده ولا لا؟ سؤال واضح وصريح. والكلام ده على فكره بحطه في الابلكيشن بتاع الشغل. طبعا، لان هو بيبقى مكتوب ان احنا سالنا السؤال ده وهي جاوبت ان هي هتقدر او هو هيقدر. واخد بال حضرتك؟ طب لو هي عندها 15 كيلو زياده بس برضو تندرج تحت البالون؟ 15 كيلو زياده بس مش قادره تعمل دايت. ما انا هقول لحضرتك 15 كيلو زياده وهي ما عندهاش ديفوهات. ماشي، واخد بال حضرتك؟ لو هي هتقدر تعمل اكسرسايز ودايت وهيلسي دايت كويس وهيلسي، يعني تاكل هيلسي، خلاص ده كفايه ان هي تنزل بالتدريج لل 15 كيلو. لو هي مش هتقدر ممكن نساعدها نحط لها البالون، لكن لو هي ال 15 كيلو دول ديفوهات بيتصلحوا بالشخص. يعني تفهم قصدي؟ تمام. طيب لو يعني بعد عمليه الشفط هل في حاجات معينه مفروض تمشي عليها؟ يعني انا اعرف ان هم بيلبسوا كرسيهات وحاجات كده بعد بالزبط. عمليات الشفط، هل ده في شفط منطقه البطن بس ولا مثلا لو شفطت من ايديها او من رجليها او من اي حته؟ كل منطقه في الجسم ليها كرسي. الكرسي ده جزء مكمل للعمليه. لان هو بيحافظ على النتيجه اللي احنا وصلنا لها. تمام، واخد بال حضرتك؟ هو بيتلبس بيبقى تايت، يعني بيبقى مناسب وضيق شويه عشان يقلل كميه التورم اللي موجوده في المكان. واخد بال؟ ويقلل وجود السوائل في هذا المكان. أوكي. وبالتالي بعد الفتره المحدده للكرسي الدنيا بتبقى كويسه. تمام، طب الفتره المحدده للكرسي دي غالبا بتبقى 21 يوم. لا، هو بص حضرتك الفتره دي على حسب الاريا اللي احنا عاملينها. ما كنت لسه هسال حضرتك، يعني مثلا لو المعده، هل مثلا برضو بيبقى في نظام غذائي شويه على اساس ان فعلا احنا الكرسي بيتلبس ملوش دعوه بالاكل. يعني واخد بال حضرتك؟ الكرسي بيتلبس كده كده، هي عملت شفط كده كده هتتلبس. بدل ده عملت شفط في اي اريا بكرسي بيتلبس في الدراع، في كرسي للدقن، في كرسي للصدر، وفي كرسي للبطن، وفي كرسي للظهر. واخد بال حضرتك؟ وفي كرسي للرجلين. كل حته. طيب لا، انا اقصد ان بعد عمليه الشفط كشفط هل لازم ان انا التزم بالاكل شويه بعدها على اساس ان احنا يعني ما نعملش خلايا دهنيه جديده ولا لا؟ هو مفيش خلايا دهنيه جديده بتتجدد. الخلايا الدهنيه ثبات عددها ثابت، عشان كده الشفط بيجيب نتيجه هايله. لان احنا بنختص وبنقتص من الخلايا الدهنيه الموجوده. ما بتروحش في حته تانية بقى زي ما ناس كتير بتقول ان لا انت بتشفطي من هنا بتطلع في حته تانية. لا، ما انا ما بدوش هنا تطلع الناحيه الثانيه. بالونه. لا، هي الغدد الدهنيه انتهت. لو شفطنا البطن يبقى هي اتشالت من البطن، يبقى البطن عمرها ما هتزيد لان ما فيهاش خلايا دهنيه اللي هي المخازن الصغيره دي. طيب المخازن دي موجوده في حتت تانية. حضرتك لو ما التزمتيش بالاكل الصحي، واخد بال حضرتك، الخلايا الدهنيه دي هتتملي. اللي هي في الحته التانية. في اي حته تانية. في اي حته تانية. بالظبط. اوكي. طيب هو ممكن نعمل اكتر من عمليه في نفس الوقت؟ يعني ممكن حد يدخل يعمل تكميم وشفط في نفس الوقت؟ لا. يعني هي بس بتبقى عمليه واحده. هي يعني دي سكه ودي سكه ثانيه خالص. يعني التكميم دايما لو هو كده احنا بنبتدي بالتكميم الاول. التكميم ينزل وزن العيان للوزن اللي هو عايزه او المثال، ولو محتاج، وده برضه مش كتير قليل، يعني لو محتاج حاجه الجلد مترهل ولا حاجه بنعمل له. ما هو ده بقى اللي كنت هسال حضرتك فيه. بنعمل له ليزر لو حاجه قليله، بنعمل له شد جراحي لو هي حاجه كبيره. ايه الشد الجراحي؟ الشد الجراحي ان ده الجلد بيبقى عباره عن ان هو حجمه كبر عن حجم الجسم. واخد بال حضرتك؟ فبنشد الجلد بحيث ان هو يبقى على مقاس الجسم. اوكي. نشكرك جدا دكتور عمرو شهور، اهلا بحضرتك معانا. اعزائي المشاهدين بنشكركم ونلتقي غدا ان شاء الله، حلقه جديده وموضوعات كتيره جديده تهمكم.